ريشة، هدول إليك. ليش شو هاي؟ افتحيها إن شاء الله تعجبك. ماشي. أنا كتير بحبها لهي الصورة. بتعرف إنه السيد خانة كان حب الأول لأمي؟ مبين علاقة الحب الأولى ما كانت ناجحة. روهان تعال بدي فرجيك شغلة. شو صار؟ في شي يعني؟ اللي كنت عم فكر فيه إنه فينا نركب المنصة بنص الصالة. منيح إنه جبنا المواد من شيناي، بس لازم نحط الصفرة ببالنا. ما بعرف شو رأيك. ولا أنا برأيي أهلا. أختي صار لك نص ساعة قاعدة هون، المفروض تكوني خلصتي شغلك مو هيك؟ إيه أنا ما عاد عندي قدرة أكمل، وبصراحة تأخرت، لازم أطلع عندي شوية شغل بالعيادة. شبك أختي؟ أنتي منيحة؟ إيه بس ماني نايمة مبارح منيح. واضح إنه فيكي شي وحابة إنك تخبريني. صار لي سنين ما شفتك بهالحالة أختي. بصراحة أنا ما بعرف شو عم يصير. كاران من مبارح لا اتصل فيني ولا حاكان. إيه عادي، متخانقين شي؟ في شي قصة؟ تصلي فيه أنتي، بلكي عم يتقل حاله عليك. لا مو هيك القصة، بس أنا حاسة إنه هو ما عم يبعث لي رسائل أو يدق لي، فمعناتها هو ما بده يحاكيني أو هو آخذ موقف. يعني صاير شي؟ أنا تأخرت على عيادة شيري، بدي أمشي رجاءً. ماشي، تصلي فيني. إيه ماشي، باي شباب. شو باي. بكفي قعدوا، بلاش بلاش بلاش. عندك موضوع تاني نتناقش فيه ولا لا؟ تيبسي بلاش، اجي على مكتبك، وهلأ هو الاستشاري القانوني لمركزك بالمشفى. قعدوا بترجاك. كوني صادقة معي، انت عن جد نسيتي؟ مرحبا. أهلين. أنا رح روح، بس تيبسي إذا لساته ماضيكي مأثر على حاضرك فانتبهي كتير منيح. إيه؟ هالشي ما نصح، لازم تنتبهي تيبسي. حاولي تفهمي إني ما فيني شوفك عم تعيشي هالموقف مرة تانية. انتبهي على حالك. ليلي أدو عن شو كان عم يحكي؟ شو قصدك كاران؟ ما فهمت. يلا قوليلي لا تخافي، شو هالقضية الكبيرة؟ ما في هيك شي، قصدي ما في شي سيد خانة. كان عم يحكي عن بلاش ما هيك؟ شوفي واضح انه انت ما بدك تحكي بهالموضوع هلأ، بس فكري فيها شوي. أنا حاسس حالي عاجز هلأ، لأنه ليكي أنت هلأ بموقف ما بعرف شو هو، وأنا ما عندي القدرة أني أحميكي. شيلك عن الحماية، بقصد أنا حتى ماني قادر أتناقش معك بالموضوع لأنه ما بعرف شو هو أصلا، وبسبب هالشي اللي عم بيصير معي أني عم فكر بأسوأ الاحتمالات دائما. يمكن لأني أعطيك حريتك. أنا آسف، بس ليش الكل بيعرفوا ما عدا أنا؟ شكلهم كلهم بيعرفوا لك، حتى آدو بيعرف. سيد خانة شوف، ما في شيء لأخبيه عنك، بس كل اللي فيني إلك يا هلأ هو بصراحة إنه الوضع اللي أنا فيه أو اللي صاير معي ما بقدر خبر أو أحكي عنه. قصدي فيني أقول لأي حدا عنه ما عداك أنت. شو هالحكي هاد؟ كاران عن جد ما بعرف شو بدي قلك، بتمنى تفهمني. طيب أنا فهمانك كتير.
كمان اليوم ما رح تطلع؟ عندي شوية شغل. شو هالشغل اللي عندك بهذا الوقت؟ بصراحة أنا فيني أحكي بخصوص الشغل مع أي حدا، بس مو معك أنتي. عظيم، رح اخذ هي كمان، ما بدي انسى اي شيء. رح نتسلى. اختي ليش قاعده عم تتصفني بالتياب؟ مرات تصرفاتك بتخوفني. ها قلتك اخذ معي شنطايه كبيره، يمكن يجينا هدايا كتير، اكيد في للعرس فوائد، مو هيك؟ شو القصه؟ شوفي سيد خانه صار بيعرف بخصوص بلاش. شو قصدك صار بيعرف؟ انت قلتي له شيء؟ لا انا ما قلت له شيء، قعده هو اللي قال له، وحس حاله مخدوع لأنه الكل بيعرفه إلا هو. وبصراحة لما سألني بشكل مباشر ما قدرت خبره شي. أنتي مجنونة يعني؟ تبسي حبيبتي، هاي حياتك أنتي وما حدا إله حق يتدخل فيها. بس قلي لي، أنتي بتحبيه صح؟ إيه أنا بحبه من جوات قلبي شيري، كتير بحبه صدقيني، بحبه كتير لدرجة إنه بالرغم من إني بعرف كل شيء، قصدي بعرف ماضيه وبعرف قصته مع راديكا كمان، أنا متقبلته مثل ما هو، مع إني لما بشوفه مع راديكا وبنته بحس إنه بحس إني مو منيحة، لأنه كأني شخص جاي يتطفل على حياته. بس تخيلي قديش هو بيحبني، وقديش حس بشعور بشع لما شافني واقفة مع بلاش هداك اليوم، وبعدها أجا وسألني وأنا جمدت بأرضي، ما عرفت شو بدي احكي عن الموضوع ولا شو كان لازم اقول له بوقتها. صدقيني انا ضايعه شيري، يعني كان لازم اقول له اني خجلانه من حالي، لا من شغلات انا ساويتها بالماضي. شو كان لازم اقول له عن بلاش؟ بس فهميني، يا ترى كان لازم اقول له انه انا متعوده اسمع كذب وانه صدق لبكني؟ صدقيني ما عم بفهم على حالي. او لازم اقول له انه انا انانيه؟ ولا شو لازم اقول له؟ انه لحتى احصل على حبي انا قتلت. اسكتي خلص بكفي. خليكي قوية تيبسي، ولازم تقولي كل شي لكاران. امسكي حالك واتصلي في تليفون وخبري، ماشي؟ يلا يلا. ضبي اغراضك لانه الطياره الساعه 7 الصبح. يلا. اهلين خالته بيلا. ماشي خالتي، انا جاي فورا. ماشي شكرا. لوين رايحه بهالوقت؟ ماما بيرابيلاز. وراديكا شو عم تعمل بيرابيلاز؟ شو بيعرفني، انا من الصبح ما عم ترد. امك من الصبح ما عم بترد وهلا حضرتك خبرتيني؟ لك شو قصتكم انتو؟ امشي قدامي يلا، كانه ناقصني انا. راديكا نمشي؟ بس اعطيني 5 دقايق كمان. عفوا استاذ. استاذ السيد اناي ناطرك على التليفون، لو سمحت رد عليه. بتشكرك. تكرم استاذ. رح ابعت لك لقطات الكاميرات اللي بيرابيلاز، شوفهم منيح. راديكا عم تتعدى على ملكيات غيرها. شوف لي اذا فينا نرفع دعوى. حاولت ارفعها الصبح. لانك بتكره راديكا. لا تاكل هم. راديكا امشي معي. نشرب القهوة بمحلي، هاد مو عدل. أنا تعبت على هالمكان وهلأ ما فيني اشرب فنجان القهوة فيه. حبيبتي انت كسرتي قفل المحكمة، والشي اللي انت عملتيه مانو قانوني، لهيك نحن لازم نروح على السريع.
يعني خلص ما في أمل؟ ما فينا نتفهم مع أناي؟ اسمعيني منيح، اسمعي. نحن لازم نروح بأسرع وقت، وبس نروح من هون رح نتناقش بكل الخيارات، وإلا ما نلاقي طريقة. لازم نستسلم؟ لا ما لازم، أنا ما رح أتركك أبداً ورح نلاقي حل، بس هلأ خلينا نمشي بسرعة، يلا. امسكي، شربي مي واحكي معه. ها مرحبا. أهلين بنتي شيري. ماما حدا بده مي؟ لا يسلمها بدي. يسلموا حبيبتي. راسو جاي على بالك تاكلي شي؟ لا والله ما بدي شي. يسلم اختي. المي شو مكتوب على ايدك؟ مكتوب الشغلات اللي لازم احكيها مع السيد خانة. انا ما لازم انسى ولا معلومة. ليش ما حكيتي معه امبارح؟ كان كتير مشغول وانا ما حبيت اني ازعجه. صراحة أنا كان بدي وقت لحتى جمع كل أفكاري مشان ما خبص بالحكي معه. بس بدك تديري بالك من اللبكة وإلا الثقة وسوء التفاهم. هيك سمعت اليوم ببرجك. شيري تعالي بنتي. يلا عمو. يلا بسرعة. أي ما بتقدر تطلع الرحلة بقى. طولي بالك. مرحبا. قهوة؟ تتذكر آخر مرة جبت لي فيها قهوة؟ لما انفتحت قصتك مع سانجيفني وكانت رح تنتشر؟ قصدك الإشاعة اللي طلعت علي؟ ايه الشغل مع صبية حلوة هو أصعب شغل. هاي كلماتك كران. بتشكرك على مبارح. شو هالحكي؟ أي ساعة رحلتك؟ أنا يعني بصراحة لغيت الرحلة، ماني رايح على مكان. بس أنا حضرت الفطور مشانك، ما تنسي تاكل. حضرت الفطور مشاني؟ إيه أنا حضرته، روحي كليه قبل ما يبرد. عن جد عم بحكي. تيبسي وينو كارم؟ كان لازم يجي كأنه تأخر. يلا شوفي. تعرفي فيجانتي داخل. انتي روحي مع أمي وخالتي، أنا بعدين بلحقكم. تيبسي أنا رح أستنى. يبدو صار موعد. يلا خلص روحي. يلا خليني. يلا أمي. فيشال وين السيد خانة؟ بالحقيقة كران لغى الحجز بآخر لحظة. تيبسي شو بده يصير فينا هلا؟ يا ويلي من وين جايبينا؟ تيبسي نمشي؟ نحن التقينا، افترقنا ورجعنا التقينا. بعدت عنه 3 شهور لحتى لاقي حالي، ولما حسيت انه فيني اتخطى كل شي صار معي بالماضي، رجع الماضي لحل. وبسبب هذا الشي ما قدرت اني اقول الحقيقة، وهو كمان ما قدر يسمع. يا ترى رح اقدر خبره الحقيقة ولا الحقيقة صعب تنقال؟ الناس فكروا اني ساعدته بس، وحياته تدمرت وانتهت بسبب الإدمان على الكحول، وأنا اللي رجعت له إياه. بس اللي ما بيعرفوها الناس إنه هو اللي دعمني لما كانت حياتي عم تنتهي. هو اللي خلاني واجه كل مخاوفي اللي كانت مسيطرة علي، مرضه ومشاكله اللي كانت واضحة بالنسبة إلي. بس أنا ما حدا قدر يفهم مشكلتي ولا مرضي حتى، ما عدا هو لحاله عرف إني بحاجة وجوده، مع إني كنت عم بتهرب منه. بس هو ما تركني وضل معي. سيد خانة، أنا صرت اليوم
أحسن من قبل بسببك، وأنت ما بتعرف هالشي، بس القلب المكسور هو سم بحد ذاته. سيد خانة، أنت الدواء لجروحي، ما بعرف إذا كنت رح كون قدرانة إلك هذا الشي ولا لا، ولا إمتى رح أقوله، بس أنا بحبك سيد خانة، بحبك كتير.